أهلا بكم. أكدت مصادر مصرية استمرار العمل بمسار الهدنة الذي يقوده جهاز المخابرات العامة المصري بشأن التهدئة في قطاع غزة، وعدم تأثره بالإعلان الأمريكي عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة العرب الجديد، فإن المسؤولين بجهاز المخابرات أجروا اتصالات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية بقادة الفصائل في قطاع غزة من أجل تأكيد تثبيت الهدنة وعدم إشعال أي مواجهات عسكرية في القطاع، وفصل مسار التهدئة عن باقي المسارات الرافضة لصفقة القرن. حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ إبراهيم المدهون الكاتب الصحفي. أستاذ إبراهيم برحب بك. يعني واضح أن مصر ترغب في ألا تسفر أو ألا يسفر الرفض والغضب من صفقة القرن إلى إحداث مواجهات جديدة، تصعيد جديد في غزة. ولا شك أن الإدارة المصرية الحالية معنية باستمرار الهدوء في قطاع غزة وعدم التصعيد وتجنيب قطاع غزة عدوان عسكري، خصوصا أن هذا قد يكون له تداعيات على الأمن القومي المصري، وأيضا سيكون له تداعيات على ترتيب المنطقة بشكل عام. ولهذا هناك دور لمصر دائما بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية وخصوصا حماس والجهاد من أجل تجنب أي رد فعل من هذه الفصائل تجاه إسرائيل. وأيضا هناك تواصل من قبل الإدارة المصرية والمخابرات المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي للجم عدوانه، وهناك استجابة من الطرفين إن كان الإسرائيلي أو حتى فصائل المقاومة يستجيب لهذا الدور المصري الذي نجح في كثير من الأحيان بنزع فتيل الانفجار قبل يعني لحظات من وقوع هذا الانفجار. هذا يعني أن الفصائل المختلفة في قطاع غزة تحديدا لا ترغب في أن يسفر الغضب والاستياء من صفقة القرن وإعلان ترامب عن ما هو أبعد من الاحتجاج، الوصول إلى تصعيد عسكري، الوصول إلى عمليات عسكرية. ربما هذا أو هذه قناعة القادة الآن. أنا باعتقادي أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية معنيين باستمرار التهدئة وتجنيب الشعب الفلسطيني العدوان، ومع حركة حماس أيضا باعتقادي أنها معنية للذهاب إلى استراتيجية فلسطينية موحدة بالاتفاق مع الفصائل بما فيها السلطة الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن. وهناك دعوة من السيد إسماعيل هنية للرئيس محمود عباس للالتقاء به في القاهرة لرسم آليات واستراتيجيات مواجهة صفقة القرن. وأعتقد أن الموقف الموحد الآن فلسطينيا والتي تحافظ عليه الفصائل الفلسطينية هو رفض هذه الصفقة والتحرك شعبيا ودبلوماسيا، وهناك تحرك يعني في اتجاهات متوازية. الشعب الفلسطيني يدرك أن الآن أي مواجهة عسكرية قد يعني لا تصب في صالح مواجهة صفقة القرن، وإنما قد تصب في صالح الاحتلال المتعطش للدماء والمتعطش للقتل والذي يحاول أن يفرض وقائع جديدة بالقوة. طب كما أشرت حضرتك أن مصر نجحت في عقد الهدنة وإقامة الهدنة ثم تثبتها وعدم السماح باختراقها من أي طرف، لكن على الجانب الآخر ملف المصالحة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة ربما لم يلقى نفس النجاح. كيف يمكن استغلال حالة التوحد اللي حضرتك أشرت ليها إزاء صفقة القرن في الوصول إلى هذه المصالحة برعاية مصرية طبعا؟ هو لا شك أن هناك حالة إخفاق في التحرك المصري للوصول إلى المصالحة، والأسباب ليس يعني بسبب الدور المصري، وإنما بسبب التعقيدات الواقع إن كان الفلسطيني أو الإقليمي وتدخل الاحتلال الإسرائيلي مباشرة من أجل عدم التئام المصالحة الفلسطينية. وأعتقد أن الفصائل الفلسطينية على رأس حماس قدمت مجموعة من الخطوات من استجابت فيها للجانب المصري، من مثل هذه الإجراءات هي حل اللجنة الإدارية و القبول بانتخابات فلسطينية. ولكن يبدو أن الرئيس محمود عباس يدرك أن هناك فيتو إسرائيلي وتعطيل إسرائيلي، ولهذا هو يتركب بعض الخطوات مثل الانتخابات أو زيارته إلى غزة. ولهذا باعتقادي أن الواقع أن المصالحة الفلسطينية ليس شأنا فلسطينيا داخليا فقط وليس قدرة مصرية من عجزها، ولكن أيضا هناك فيتو إسرائيلي، هناك تدخل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك اشتراطات
خصوصا أن حركة حماس مثلا تعتبر غير مرغوب فيها بأن تصل إلى السلطة، وهناك حصار مشدد سياسي واقتصادي من قبل الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ضد هذه الحركة. ولهذا هناك تعقيدات أعتقد حالة دون أن ينجح أو أن تنجح أطراف مصرية من الوصول إلى مصالحة كما نجحت في الوصول إلى تهدئة بين الفصائل والاحتلال. نعم، الموقف الأول المصري من صفقة القرن كان بين السطور موافقا ويدعو الفصائل ويدعو السلطة الفلسطينية للتعاطي مع المبادرة التي أطلقها ترامب، لكن لاحقا بعد يومين تقريبا وفي الجامعة العربية مصر أعلنت بوضوح رفضها لهذه الصفقة. الإصرار والتمسك على قرارات شرعية دولية واعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، كيف رأت الفصائل، كيف رأى جموع الفلسطينيين هذا التعديل في الموقف المصري؟ هو للعلم كان هناك حالة استهجان ممن أيد وحضر صفقة القرن، أقصد فلسطينيا، كان هناك استهجان فلسطيني ممن حضر وأيد صفقة الإعلان عن صفقة القرن، وكان أيضا هناك استغراب وتعجب من الأطراف التي دعت الشعب الفلسطيني والفصائل والقيادة الفلسطينية إلى دراسة مثل هذه الصفقة التي هي معروفة من عنوانها. وكان أكثر استغرابا هو للموقف المصري، ولكن يبدو أنها تبدت بعض المخاوف، خصوصا أن هناك معلومات وصلت أن الولايات المتحدة الأمريكية اتصلت برؤساء الدول أو بالأنظمة العربية وحثتها على الإعلان عن تأييدها وشكرها للولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لمثل هذه الصفقة. ولهذا يبدو أن الجانب المصري حاول التهرب من هذا الطلب الأمريكي، وأعطى في البداية موقفا متوازنا بعض الشيء، ثم بعد ذلك لم مع إصرار القيادة الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية من رفض مثل هذه الصفقة، الجميع استجاب لهذا الموقف الفلسطيني. وهنا يحسب أن الفلسطينيين جميعا رفضوا مثل هذه الصفقة، فما كان للجامعة الدول العربية ولا لأنظمة الدول العربية إلا اختفاء أثر الفلسطينيين. في السابق كانوا يعتمدون أن هناك طرف فلسطيني في المفاوضات في اتفاقيات مثل واي ريفر وأوسلو، فكانوا يؤيدون هذا الطرف. اليوم لا يوجد شخصية فلسطينية واحدة مستعدة أن توقع أو تتعاطى أو تناقش أو تدرس مثل هذه الصفقة، ليس أمام جامعة الدول العربية ولا الأنظمة وعلى رأسها مصر إلا اختفاء أثر الفلسطينيين الرافضين لمثل هذه الصفقات. طيب، يعني بالنسبة لهذا التراجع إنجاز التعبير أو التعديل في الموقف، لم يحدث ربما أو يعني في دول عربية أخرى ما زالت في الصدارة تطالب الفلسطينيين بالتعاطي، وإن كان الموقف المصري الأولي كان بيتحدث ليس عن الموافقة الصريحة، لكن بيدعو الفلسطينيين للتعاطي معها والأخذ والرد، لا يدعوها إلى الموافقة مثلا. مجموع المواقف العربية وخصوصا في اجتماع الجامعة الأخير، الجامعة العربية الأخير، كيف ترى وكيف تقيم؟ أنا باعتقادي أن الموقف المصري مقبول فلسطينيا ومتفهم، وأعتقد أن مصر حتى في الغرف المغلقة كان هناك رسالة واضحة تصل للفصائل الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أنها ترفض صفقة القرن ولن تتعاطى معها، وهناك يعني شواهد على ذلك وبعض الإجراءات التي كان للموقف المصري فيها وضوح. لكن هناك أنظمة متواطئة أصلا ويبدو أنها متعاونة ومستشارة في هذه الصفقة وموافق عليها سلفا، وأعتقد أن هذه الأنظمة مع الرفض الفلسطيني ليس لموافقتها أو رفضها أي معنى، ليس لها إلا الآن إلا أن تتبع الموقف الفلسطيني. أعتقد أن الموقف الفلسطيني واضح، كون أن الجامعة الدول العربية رفضت هذه الصفقة، أعتقد أن هناك رضا وارتياح فلسطيني تجاه هذه المنظمة أو هذا الموقف من قبل منظمة الجامعة الدول العربية، وأعتقد أن الآن يبدو أن هذه الصفقة باتت أوضح للجميع أنها صفقة مأزومين، نتنياهو وترامب أراد فرضها على الشعب الفلسطيني، ولكن إرادة وصمود وصبر هذا الشعب الفلسطيني حال دون أن تسير السفن كما تشتهي الرياح الأمريكية والإسرائيلية. شكرا جزيلا سيد إبراهيم المدهون الكاتب الصحفي.